الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. عذرا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عذرا إن أساء إليك المسيئون، وإن تجرأ عليك المتجرئون، وإن تنطى على سيرتك المتنطعون، فيكفيك قول ربك جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. وقال جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويكفيك قول ربك جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ديننا، هذا إسلامنا، هذه دعوتنا، السماحة، الحب، الإخلاص أساسها. ما انتشر هذا الدين إلا بهذه الصفات العظيمة والتي ترسخت في خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في سيرته العطرة لكل المشاهدين يعلمون في كل أرجاء الأرض هذا جيدا. وإن كان هناك افتراء على سيرته وعلى شخصيته صلى الله عليه وسلم، فمنذ بعثته صلى الله عليه وسلم وهو يحارب من المشركين والكفار، وقال الله جل وعلا: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فنور الله سيتمه الله جل وعلا بأسباب يسببها الله وقت ما يشاء، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مشاهدي الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحية طيبة وبعد للجميع مع برنامجكم الإنس والجن، ويشرفنا فضيلة الشيخ المعالج عبد السلام الضوي. أهلا بحضرتك. مشاهدي الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية نظرا لضيق الوقت عند سؤال أحد المتصلين على الهواء: هل الجن مراكز؟ الشيخ كان بيتكلم في موضوع إن الجن في مراكز ضعف في جسم الإنسان، وبالأخص قال الأطراف، إن هو بيحصل إن يعني سيطرة كاملة من المعالج القوي على الجن في أماكن محددة في جسد الإنسان ومنها الأطراف. فأحد المتصلين لم يسعفنا الوقت في الرد عليه من فضيلة الشيخ، كان بيقول: إيه سندك في هذا العلم، أو إيه سندك في هذه المعرفة؟ فطبعا ما كانش فيه متسع، فأنا يعني أستسمح الشيخ في إن هو يرد على هذا السؤال أولا، ثم نكمل بعض الأسئلة. ولمن أراد التواصل على صفحتنا محمد جد الله يرسل، وبإذن الله تعالى سنرد على الأسئلة في الوقت المتاح، وإن لم يكن هناك فسنرد فيما بعد بإذن الله تعالى. تفضل. إن شاء الله. طبعا بالنسبة للسؤال اللي اتسأل المرة فاتت، كانش ضيق الوقت للأسف، ما أسعفناش إن نرد عليه، برضو نحب إن احنا نتكلم فيه ونوضح للسادة المشاهدين ككل والأخ اللي كان اتصل بحيث إن هو بيحب يستفسر. طبعا أنا بتكلم بنظرة علمية أولا، وأحاول أبسطها عشان عامة المشاهدين يفهم أنا بقول إيه، وده طبعا علم. جسد بني آدم فيه سبع مسارات، السبع مسارات دول بيتحكموا في الطاقة بتاعة الإنسان. السبع مسارات دول هما التاج، والتاج هو اللي هو الرأس، أعلى الرأس، والحنجرة، نعم، والقلب، وجزيء الفم، والفم المعدة ده بيسمى الضفيرة الشمسية. الضفيرة الشمسية لأن بها أكثر الشعيرات الدموية الموجودة بالجسد بتكون في فم المعدة، فم المعدة اللي احنا بنتكلم فيه ده. ثم يأتي بعد ذلك تحت الصرة، وتحت الصرة بأربع أصابع، دي مركز آخر للطاقة الموجودة بجسد الإنسان. ثم يأتي، عفوا نسينا نقول الجبهة نفسها، الجبهة هنا برضو دي مركز من مراكز الطاقة، وخاصة بين العينين هنا هون في الجزئية دي. ثم الجذع الوسط، وده من ضمن السبع مراكز الرئيسية اللي هي
بتتحكم في طاقة الإنسان. نعم. طبعا دي مرتبطة ارتباط وثيق بالغدد الصماء بتاع جسد البني آدم. يتفرع من السبع مراكز الرئيسية دي 20 فرع آخر منهم. من كل مركز ولا بيتفرع يعني منهم؟ بيتفرع من السبع، من السبع مراكز الرئيسية. نعم. للطاقة الخاصة بالبني آدم 20 مركز آخر، 10 في أصابع القدم و10 في أصابع اليد اللي هي الأطراف. طبعا لو جسد البني آدم اخترق بسبب سحر أو مس أو عين أو حسد، أول حاجة بيبحث عنها الشيطان المراكز الخاصة بالطاقة بتاعة الإنسان عشان يقدر يسيطر عليه عقليا وسلوكيا ونفسيا ومعنويا في كل سيطرته. ده المفتاح الرئيسي بتاعه، أنه يسيطر على الإنسان، أنه يتحكم في المراكز الخاصة بالطاقة بتاعة الإنسان. لو سيطر عليها فإذن هو سيطر على البني آدم ككل، بيبدأ يخش يعقد ويتنقل في هذه المراكز. طبعا المراكز دي بتتحكم في الجسد المادي والجسد العقلي والجسد العاطفي والجسد الأثيري. الأثيري اللي هو جسد الجن أو الشيطان اللي موجود في الجسد، المتلبس بالجسد. نعم. ولذلك بنقول الأطراف من 20 اللي هم فرع متفرعين من سبع مراكز الرئيسية أساسية. الرئيسية سبع مراكز رئيسية اللي قلنا عليهم، اللي هو الرأس فوق الرأس هنا هو، والجبهة بين العينين، والحنجرة، والقلب، والضفيرة الشمسية اللي هي بنقول عليها فم المعدة، وبنقول عليها الضفيرة الشمسية عفوا، على أساس دي متشعب منها الشعيرات الدموية، أكثر شعيرات دموية موجودة في هذا المركز. فطبعا لو ضغطنا على أي جزء من هذه الأجزاء الرئيسية هنا في المخ، أي معالج ممكن لو عنده خبرة بدوس كده، هو بدوس كده بيحجم العار اللي موجود في الجسد، وبيشعر بضغط جامد جدا على جسده أو بين العينين. وطبعا بنوضح عشان كل المعالجين وكل الرقاية يفهموا احنا بنقول ايه، وبرضو يستفيدوا اللي ما عندوش خبرة يستفيد. أو الحنجرة أو القلب، لو ضغطت على القلب فأنا بضغط برضو على جسد، على الجسد الأثير اللي هو الخاص بالعار الموجود في الجسد، إذا كان شيطان أو جن. أو فم المعدة أو تحت السرة بأربع أصابع، أو الوسط اللي هو الجذع. دي الطريقة حضرتك، السند بقى العلمي. نعم. ما السند العلمي، ما نقول أنت لو واحد مصاب، ما أنا بقول لك هو بيتمركز، ما ده السند العلمي. أنا بقى لك واحدة برضو عشان برضو السادة المشاهدين يفهموا، في اللي هو على درجة عالية من العلم ممكن يفهم بقول إيه، وفي ما هو أدنى فبرضو عشان كله يستفيد برضو ويستوعب أنا بقول إيه. الأطراف، أي حد مصاب في الأطراف دايما بيشعر بتخدير في الأطراف، أو يشعر برعشة أو ببرودة أو سخونة بتخرج من الجسد من أطراف اليد أو أطراف الرجل. نعم. لأن الأصابع دي قلنا متصلة بالسبع مراكز الرئيسية في الجسد، وهي اللي بيتبدد منها الطاقة بتاعة الجسد. فلو ضغطنا على أي جزء من أجزاء الأصابع أو المراكز الرئيسية اللي قلنا عليها، فأنا كده بضغط على الجسد الأثيري اللي هو مرتبط بالجسد اللي هو الشيطان أو الجن. طبعا ده علم ودراسة، الواحد بيحاول يجتهد، لأن المعالج مش كفاية ان انت بتعالج بالقرآن بس، ان انت بتعالج وتقرأ قرآن، لازم انت تعرف العدو بتاعك ده ايه، ولازم ان انت تجدد في افكارك وفي علمك، لان كل يوم في جديد في عالم السحر، وكل يوم في جديد. الجن والشيطان نفسه بيتحور، اذا كان الفيروس اللي هو بلا عقل بيتحور، النهارده بيبقى بديله مضاد حيوي معين، بعد اسبوع ممكن يتحور المضاد الحيوي ما ياثرش فيه، وده بلا عقل، ما بالك الجن اللي خلق بالعقل قادر ان هو لازم يتحداك، ولازم ان هو يجتهد علشان انت ما توصلوش، عشان ما تحرقهوش، عشان ما تروج من الجسد، فبيطور نفسه. فانت لازم تطور نفسك بالعلم. ربنا بيقول افلا يتدبرون، افلا يبصرون، افلا يعقلون. لازم اي انسان لازم يتدبر ويعقل، لازم عشان يوصل ان هو يصبح معالج او يصبح راقي. نعم. مش مجرد ان انا بقرا وخلاص، لازم اعرف العدو اللي في الجسد ده ايه،
وبيفكر في ايه وبيحصن نفسه بايه عشان ما بيحرقش. اذا كنت بقرا عليه رقيه ايه السبب؟ لازم في اجتهاد، لازم في بحث، ولازم في علم. ربنا لما انزل ما انزلش العلم في كل العلم في كتابه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني عمليه قلب مفتوح. كمثل، هل ربنا انزلها في الكتب السماويه؟ لا. ولا ده اجتهاد من البني ادم ان هو وصل ازاي يزرع قلب او ازاي يزرع كبد او يزرع كلى او يزرع قرنيه؟ كل ده ربنا ما انزلوش، فلازم انت كانسان تجتهد. اجتهادك ده هو اللي هيوصلك ان انت تكون ناجح راقي او معالج او او او. تمام. فالاخ اللي سالني ده هو سؤاله عفوا سؤال معالج او سؤال راقي، بس راقي ممكن يكون مبتدئ. تمام. حضرتك في سؤال يعني جنة يعني كثر هذا السؤال، ما هي انواع السحر؟ انواع السحر عديده جدا. منها سحر العقوق. سحر العقوق. نعم، عقوق الاهل الوالدين. والوالدين والاقارب، ومنها سحر التفريق بين الازواج، وذكر في سوره البقره، ذكر في القران. يفرقون تعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. في سحر الجنون. سحر الجنون. نعم، في سحر الجنون ممكن يوصل واحد بالسحر بتاعه يوصل ان هو يوصل لدرجه الجنون. في سحر المرض، يصاب الإنسان بمرض عضوي. أمراض كثيرة وللأسف الطب بيعجز عن علاجها أو ما بلقوش لها أسباب. ما فيش لها أسباب. نعم. منها سحر النزيف. كلمنا فيه قبل كده عند النساء. النزيف. النزيف. النزيف المستمر. النزيف مستمر، ما بقاش فضل، ما بقاش حيض، لا ده استحاضة، خبك معايا باستمرار، ممكن تاخد 12 و15 و20 وممكن شهر وممكن شهرين، وممكن برضه الطب بيعجز عن ايقاف هذا النزيف، ممكن توقيف النزيف لفتره مؤقته، ممكن يوم يومين ويرجع تاني وهكذا. نعم. كذلك في سحر قلب الحبيب اللي بيقولوا، عارف ده سحر؟ اللي هو قلب الحبيب، إمالة القلوب للغير بلا اراده، واخبرك معايا، وهي مسلوبه الاراده، ده سحر. او كره القلوب للغير بلا اراده. بالظبط. يعني سواء الاماله او الكره. سحر الشرود والنسيان. سحر السرقات، في أسحار بالسرقات. نعم، في أسحار عديدة جدا يعني، وكل سحر اتشعب منه أمور كثيرة. طيب حضرتك كان في سؤال معانا برضو، السحر بيتسبب في الأسقام بالجسد أو ينزل بالأمراض في الجسد. كيف يتم اكتشاف هذا؟ يعني لو إنسان النهاردة مثلا راح لأكتر من دكتور وكشف وبعدين ما حدش عارف يوصل مثلا لسبب معين لهذا صداع، يعني حد عنده صداع دائم، هذا الصداع مثلا بيجي في اوقات محدده، بيجي في غروب الشمس، بيجي في شروق الشمس، بيجي بالليل. الصداع دوت ما يعني عايزين نقول مثلا ان الانسان او الشخص دوت ذهب لاكثر من دكتور متخصص واخصائي في المخ والاعصاب والحاجات دي، وما فيش اي سبب، ومع مسكنات ما فيش اي نتيجه، ايه سبب يعني بيتعمل ازاي؟ انت بتقول الشخص ده راح لكل الاطباء وعمل فحوصات، هل الفحوصات دي شامله كل حاجه؟ ممكن صداع، ممكن يجي من جوب انفيه، ممكن يجي من اسنان. عمل فحوصات شامله كامله. تمام. اذا كان انسان عمل فحوصات شامله وكامله والطب اثبت ان مفيش اي اصابه في الجسد. نعم. بمرض عضوي، في الحاله دي انا بشوف الصداع ده بيجي في اوقات متفاوته، واخبرك معايا، ولا بيجي في وقت أوقات معين، اوقات محدده، اوقات معينه، مع دخول الليل، مع شروق الشمس، مع غروب الشمس. في الحاله دي في الحاله دي انا بقول ده مصاب بمرض، واخبرك معايا، روحاني، اذا كان سحر او عين او حسد، مش شرط يكون سحر، ممكن يكون عين، بشرط يكون سحر، ممكن يكون حسد، ممكن يكون مس. طيب العين حضرتك اقوى ولا الحسد؟ وهل العين بتسبب امراض محدده والحسد بيسبب امراض محدده في الامراض الروحيه؟ نعم. بص، عفوا مع احترامي، العين الحسد هو تمني زوال النعمه، الحاسد بيتمنى زوال النعمه. يعني انا شايفك في حاله جيده وميسور الحال وعندك اولاد، عندك فهو بص لك، هو بيتمنى زوال النعمه اللي انت عايش فيها دي، ده هو ده الحسد. ولكن العين هي اشد خطوره، لان العين ثلاث انواع. نعم. عين حاسده، وعين معجبه، وعين قاتله. عين معجبه، وعين حاسده. نعم. وعين قاتله. العين المعجبه
ممكن اي شخص ممكن هو بدا قصد يعين، بمعنى واحد معجب وافرط في اعجابه مثلا لاولاده ودون ذكر الله، يعني ما قالش مثلا بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. استاذن حضرتك فضل. بس معانا مداخله فضل. استاذ ناصر من القاهره اتفضل. السلام عليكم. عليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بالنسبه لحالات السحر، انا متضرر من اربع سحر سبلي، اربع سحر سبلي بقالي 9 سنين حياتي اتدمرت. انا معمول لي سحر الجنان وسحر الامراض وخمس اسر متدمرين. والدولة سايبة المواطن فريسة للصحراء ياخد فلوس يعمل شوية، وعملت أكثر من 20 محضر واتقبض على السحر، قعد 6 أشهر وطلع وهو وولاده 4، والأظهر ما بيسألش، يعني السحر مذكور في القرآن وعلماء الأظهر ينكروا السحر قدام الشاشة، بره الشاشة يقول لك لا ده في سحر وفي ناس بتموت وفي ناس. أنا حياتي اتدمرت. نعم. وعامل السيد النائب العام برضه شكله عنده ما خليتش مكان في مصر. نعم. دلوقتي احنا في القرن 21، الدولة سايبة المواطن فريسة للصحراء. لازم في قانون، زي ما قانون أي سحر يتقبض عليه يتعدم. أكثر من 50% من حالات الطلاقات في مصر سببها السحر، وأنا واحد من الناس مطلع وبقالي 9 سنين مش قادر لا أتجوز ولا قادر أشتغل وعاجز دلوقتي بسبب السحر. والله إن يا أستاذ ناصر، يعني هو حضرتك معاك كل الحق فيما تقول، وبنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنناشد الأجهزة المعنية بمتابعة هؤلاء الدجالين والسحرة والمشعوذين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. حضرتك يا فضيلة الشيخ، كان في سؤال دائما وأبدا يعني بننسأله، يعني لماذا يطلب الساحر اسم الأم ولا يطلب اسم الأب؟ نعم نعم، الساحر بيطلب اسم الأم لأن الساحر عايز شيء موثوق منه عشان السحر يتم ولا يفشل، لأن لو فشل هيفقد ثقة الناس اللي بتروح له. تمام. فهو بيسأل على اسم الأم لأن الأم دي هو واثق تماما إن هو أنجب من هذا الرحم ومن هذا من هذا الجسد، ولكن الأب يعني بنقول العياذ بالله في حالات كتير أساسا بيكون النسب مختلط. نعم نعم، فهمت وجهة نظر حضرتك. ما يكونش من الأب ولا عياذ بالله، يعني تأكيدا إن هو نعم لازم تمام. يكون من الأم لأن هو واثق إن هذا الرحم أنجب هذا، إذا دي أمه هو ينتمي ليها، لكن الأب ممكن ما يكونش أبوه. نعم. في حضرتك برضو سؤال، في بعض المعالجين بيعالجوا بالترياق وبالملح. ده عفوا، الترياق والملح ده المعالجين اللي بتعالج دي لما يكون سحر يقول ان ده سحر ماكول وسحر مشروب ولازم ينزل ياخد ترياق، يشرب ترياق ويشرب ملح. طبعا الكلام ده مش صحيح، لان السحر ماكول. وبرده بنوه وبتكلم برده للاخوه الرقاه والمعالجين اللي هم ما عندهمش الخبره، يا جماعه بنقول لو سمحتم لازم يصح العلاج ولازم نجتهد عشان نعرف نعالج صح. الترياق مستحيل يبطل سحر مأكول أو مشروب ولا الملح. السحر المأكول والمشروب بيكون عليه حارس من السحر في الأمعاء أو في المستقيم في الأمعاء أو في الأمعاء في المستقيم أو في المعدة، وحارس السحر ممكن يكون 1 و2 و3، دول الساحر بيفوضوا من هم يحرسوا هذا السحر عشان ما ينزلش عفوا مع الحمام وما يتقيأوش الإنسان. فعمر السحر ما يخرج بالترياق إلا في حالة واحدة أو الملح، لما السحر الحارس اللي على هذا السحر إما يحرق إما يترك الجسد ويخرج، والترياق ده ممكن يسبب قرحة للمعدة. نعم. ممكن يسبب قرحة. معنا مداخلة أحمد من الغربية، أنا آسف على التأخير أستاذ أحمد فضل. فالترياق ده خطير جدا وممكن يسبب قروحات المعدة والاثنى عشر، والملح نفس الوضع مش هيجدي بنفع، لا يسمن ولا يغني من جوع. لازم خادم السحر اللي حارس على السحر المأكول أو مشروب يحرق أو يخرج من جسده كذا ويمشي عشان يسيب الجسد ويمشي علشان السحر ينزل، إما عفوا مع الحمام إما بالاستفراغ.
تمام. حضرتك في قول الله عز وجل بيقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هل شياطين الجن أقوى أم شياطين الإنس، أم شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن؟ هو شيطان الإنس وشيطان الجن يعتبر في مقام واحد، هذا نعم. شيطان وهذا شيطان. ومن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا شيطان وهذا شيطان. من الجنة أي من الجن ومن الناس؟ نعم من الناس. نعم من الناس من الناس، بس ده أصبح شيطان وده أصبح شيطان. هو الساحر هو إنسان، ولكن طالما دخل في مجال السحر أصبح شيطان. نكمل السؤال ده معنا أستاذة هالة من الشريعة، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل سؤال بس أفهم لو سمحت. اتفضلي معاك الشيخ علاء. أنا كان بنتي مخطوبة وكان خطيبها حد في الوزن مرتين زي الفل، وإحنا يعني كان سايب شيلين زي الفل. فجأة في مشكلة حصلت، حاجة هايفة جدا جدا جدا. الأمور تطورت، سيبنا بعض. بعد كده عرفت إن هما كانوا عامل لهم حاجة، إن الدنيا تتقلب كده، الدنيا تبوظ الكلام من دوت. حد من قرايبه عامل عمل. طب أنا دايما بقرأ سورة البقرة وهم خلاص احنا فركشنا الموضوع وكلام من ده، بس بنتي دايما بتبقى حريتها من نفسها مش قد كده، بس يعني طلعت على قد ما اقدر من الموضوع بتاعها ده كده شويه. السحر ده بقى ازاي الواحد يبطله؟ وهل واحنا فاكرين السحر ده، ما انا سالت برده حد في القصه دي برده قال لك لازم تفكي السحر الاول وبعد كده نشوف هيرجع ولا مش هيرجع. انا مش قصه الرجوع، السحر ده لو احنا جرينا ورا كل واحد هيكون هيفك ماشي. طب الفك ده ازاي؟ انا بقرا قران والحمد لله بنصلي ونور اثار الصباح والمساء. قصه بقى العملات والكلام من دوت، البلد اللي هم فيها بلد مشهوره بالحاجات دي، احنا ازاي اقي بنتي من حاجه زي كده؟ شكرا. اتفضل. عفوا. فضل. هو مع احترامي ليكي، هو انت ما عندكيش الثقه الكامله ان بنتك مسحوره؟ ربما عفوا ميبي تكون هي المشاكل ادت لكده. وقلنا قبل كده مع احترامي ليكي، الانسان المسحور بيبقى فيه اعراض بيشعر بيها في اليقظه والمنام عشان يعرف ان هو مسحور، منها البكاء بدون سبب خاصه في اسحار التفريق، منها الضيق في الصدر مع دخول الليل، منها تساقط الشعر، منها آلام في الفقرات القطنية، منها انتفاخات في عفوا في البطن، وأحلام في المنام، أحلام بالتعابين والكلاب والقطط والحيوانات والأسود والذئاب والأموات والمقابر أو السقوط من أعلى. فطبعا كل دي أعراض بالإنسان لما يكون عنده يعرف إن هو في معاه أذى، ولكن بدون الاعراض دي يبقى ما اقدرش ان انا اجزم انه في سحر. وبعدين مش اي حد مع احترامي بنقول نروح له يقول لك يفك يفك يفك، لا. وبعدين حياتك مع احترامي يعني ما مش شرط عشان انت بتقراي قران ما تصابيش بالسحر. ربنا بيقول: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان رسول وسحر من لبيد بن الاعصم اليهودي. نعم. فهو ابتلاء من عند الله، حتى السحر النفذ هو ابتلاء من عند الله. معانا مشعبان القاهرة، تفضل يا فندم. ايوه، بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي جوزي من اول ايتين من صوت النور لما بيسمعهم صوته بيتكتب. صوته يا فندم؟ بقول لك اول ايتين من صوت النور كل نعم. لما بيسمعهم صوته بيتكتم، يعني صوته بيتحيش، اللي هي الايات الخاصه بالحد الزنا وخلافه، ولا ايه بالظبط؟ مع احترامي، اول ايتين بس. اول ايتين صوره الزنا. نعم، صوته بيتكتم. سوره النور عفوا. سوره النور وسوره يوسف اذا قراهم انسان وحس بتغيرات في جسده او في ملامحه فممكن يكون معاه مس عاشق. تمام. طيب، وبقول لحضرتك، هو مثلا كل مثلا يعني ايه بتمنعه من اي حاجه؟ يعني مثلا لو انا مثلا قال لي حبيبتي او كلمه، يعني كلمه حلوه كده هي بتغيب. ايوه، بتكتم صوت. المس العاشق هو شيطان يعشق الجسد للانسان ويكون في غيره الزوجه للزوج او الزوج للزوجه، ويمنع الطرفين في كل الامور حتى الشرعيه، ما تبقاش حتى عفوا مع احترامي متوفر او موجود. ايوه.
فانا وديت لحضرتك يعني الخلاصه سوره النور، يوسف اللي يقراهم ويتاثر بيهم ومعه مس عاشق. بس بقول لحضرتك لما في بعض الايات برضك لما بيسمعها بتكتم صوته وفي نفس الوقت كمان بيقعد يعيط. اي ايات خاصه بحد الزنا او ايات العذاب او الاستعاذه من الشيطان، كل ده يتعب الشيطان العاشق. تمام. طب وايه الحل لحضرتك؟ الحل لازم يعرض نفسه على معالج يا بابا، ويشوفه يكون معالج كويس محترم عنده الفكر وعنده الوعي وعنده الدرايه عشان يعالجه مش يحبطه. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. حضرتك عايزين زخرف القول غرورا. زخرف، ما هو زخرف القول؟ زخرف القول هو تزيين الكلام بالباطل والكذب. يعني الشياطين يوحي شيطان الجن لشيطان الانس. شيطان الجن وشيطان الانس، هو شيطان الجن ايه وشيطان يوحي يتقابلوا مع بعض ويتكلموا. هو شيطان الانس بيستعين بشيطان الجن في السحر، هو شيطان ده اصبح شيطان دخل في السحر وفي مجال السحر وبقى ساحر، فخلاص هو خد الثوب بتاع الشيطان. نعم. فيقال عليه شيطان، فلما يجي يتحدث مع شيطان الجن عشان يحضر معاه يعني زخرف القول هو الكذب. نعم بالكذب. معانا محمود الغربية، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الجن اللي بيسرق. نعم. الجن علاجه ايه؟ الجن المتسلط بالسرقة. سيد الفاضل. الجن اللي الجن السارق، الجن السارق في الحالة دي بيكون شخص ما في الأسرة، لو في مبالغ بتضيع من الأسرة أو بتختفي، لو ما لو بتختفي بدون فاعل أصلي وانت واثق من كده، بيكون احد افراد الاسره ماذي بسحر، واحد خدام السحر مكلف من الساحر بالسرقه من هذا البيت او من هذا المكان. فلازم الانسان يعالج، يشخص المصاب ويتم علاجه، يبطل السرقه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. ما هي انواع الجن؟ انواع الجن. نعم. وايهم اشد خطوره؟ نعم. انواع الجن، في الجن الضوئي والجن القمري والجن الناري والجن الترابي والجن الهوائي والجن المائي، أشدهما خطورة. نكمل بعد أم محمد بس الغربية، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا بحس بحاجات بتحصل لي في الشقة وعيالي بيتخيلوا بحاجات في الشقة، وكنت نايمه مع جوزي مره وحد غز صوابعه في جنبي جامد جدا كانه جوزي بس هو مش جوزي، كان جوزي نايم. وبحس برضو بحاجات في دماغي والم في ظهري، هل ده بيبقى ايه؟ انا مش عارفه. في بقع زرقاء بتظهر على الافخاذ؟ عفوا. احيانا في صابع رجلي من تحت وفي فخذي من فوق، حصلت معايا. طيب. عفوا قول حضرتك. عفوا، في نبض في الرحم احيانا كتير بيحصل. تعاني انت؟ بتعاني من مس عاشق؟ تعباني. بتعاني من مس عاشق، واحتمال مس عاشق ده يكون احد خدام سحر وانقلب لعاشق للجسد مع باقي الاعراض المتوفره معاك. يعني مفيش اذى او حاجه زي كده؟ ما بقول لحياتك، وربما يكون سحر واحد خدام السحر انقلب لعاشق للجسد يا استاذه. ايوه معلش، مش واخده بالي انا اسفه. طب وده علاجه ايه ولا اعمل ايه؟ عشان انا اعصابي تعبت. هقول برضو حياتك تاني اللي كررته قبل كده، هكرر سعادتك تاني، تدوري على انسان معالج يكون اهل ثقه وتعرضي نفسك عليه. شكرا. حضرتك ما قلناش ايهم اشد خطوره، احنا قلنا انواع الجن. نعم. اشدهما خطوره الجن الناري. الجن الناري. الجن الناري، لان الجن خلق من ما؟ رجل من نار، من اصل ابليس. هو ابليس. نعم. اللي احنا نعرف ان هم بيقال عليه المجوسي. لا مش مجوسي، فصيل بني ابليس هو الجن الناري. خلق. نعم. من ما؟ رجل من نار. ان ابليس كان من الجن فسق عن امر ربي، لما فسق بقى شيطان. ابناء ابليس هم اغلبهم من الجن الناري، ده اقوى انواع وكل اكثر عائلاتهم هم اكثر قبائلهم عفوا الجن الناري من ابناء ابليس. طيب حضرتك دلوقتي من يصاب بالمس منهم؟ عفوا، منهم المرضى والشياطين والشياطين المرضى. ده من الجن الناري. الجن الناري المرضى والشياطين والشياطين المرضى، اللي هم دول اقوى حاجه بقى. نعم. عافانا الله واياكم. طيب دلوقتي حضرتك اللي بيصاب بمس او سحر او حسد ويصبر،
هل هذا يؤجر عليه ويساب؟ ما فيش ربنا وما ربك قلنا الكلام ده وما ربك بظلام من العبيد. ربنا بيقول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلقوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الله الذين آمنوا متى نصر الله أنا نصر الله قريب ونبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اتفضلي مساعد دمياط معانا. أيوه أهلا وسهلا اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا معايا ولد على 4 بنات طبعا متربي كويس ما هوش مدلع ولا حاجه بس وهو غني جدا وماشي ما يرضي الله يعني كويس فكل ما يخطب واحده بعد 15 يوم بالظبط يلاقي الموضوع فشل او في مناقره او في حاجات ما مش طبيعيه يعني اتكرر معاه اتكرر معاه الموضوع دوت يا حاج اكثر من مره؟ 3 مرات. 3 مرات المده الزمنيه أيوة. 15 يوم ويحصل لعبكه كده والامور كل واحد يروح لحاله. ايوه بس هو الوقت خاطب بس من اقل المواضيع العروسه تقعد تساله في حاجات مش عارفه ايه يعني تساله في حاجات انت صحابك مين؟ انت ما اعرفش ايه؟ انت حاجات يعني خايفة وهو ما هو مسؤول أسئلة يعني استفزازية أسئلة استفزازية أيوة مسؤول وله يعني شركة كويسة ومسؤول عنها إن شاء الله بتاعته يعني تمام معرفش أنا بحضرتك معرفش أنا ده بيحصل ليه هيجاوبك الشيخ وهو طيب جدا ومسالم جدا وهادي خير ان شاء الله يعني ماهوش عنيف ولا حاجه ان شاء الله هنجاوبك ان شاء الله هجاوبك حاضر حاضر ماشي هسالك اسئله بس جاوبيني عليها هل ابنك انطوائي؟ ايوه ابن حياتك انطوائي بيحب يقعد لوحده؟ هو لما بيلاقي الموضوع كده بيمسوي على طول وبقعد لوحده لا انا في العاده في الطبيعي هو انطوائي لا يحب لا يحب في عصبية يروح مع اصحابه نعم في عصبيه ابنك عصبي بعد ساعات مش على طول بطبع عموما هو احتمال كبير هو معاه اصابه بالعين او الحسد ايوه ما هو كده نعم واصل بعد اذن حضرتك في ناس من العيله عاوزينه كتير وهو عاوز هو يختار بنفسه ربنا يسهل الحال ووفقه ان شاء الله يا حاجه برضه يعرض نفسه على راقي يكون كويس او معالج كويس يثق فيه ان شاء الله عشان يبدد المشاكل اللي معاه دي ان شاء الله يعني احنا مش عارفين انه دكتور يعني حضرتك يا اخصائي ايه مثلا يا ماما دكتور يكون عفوا معالج حضرتك بالقرآن الكريم, الكريم يا ماما يكون بالقرآن الكريم اهل ثقه حضرتك ويعرض نفسه عليه ايوه ما انا مش فاهمه انه دكتور يعني اخصائي ايه يا استاذه ما حضرتك بقول راقي او معالج بالقران الكريم وليس أيوة دكتور أيوة. هو مش مريض نفسين عشان اعرضه على دكتور لا خالص نعم لا خالص اهلا وسهلا بيك ست كل وهو طبيعي ربنا يصلح حاله يا رب ان شاء الله ويسر له اموره طيب شكرا تحت امرك شكرا لحضرتك حضرتك بيوجد حالات كتير بتبقى مصابة وربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنها الأذى والبلاء والابتلاء بدون اللجوء لمعالج أو راقي أو شيخ ده بيحصل كتير أكيد. مع ناس كتير يعني بيحصل بقدر الله سبحانه وتعالى هو الإنسان ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الإنسان لو هو في عبادة وهو اقتنع اقتناع تام إن شفاؤه بيد الله وصبر هيكون ممكن يصحى من النوم مره واحده كده يلاقي نفسه ما فيهوش اي حاجه بفضل الله وحالات كتير كانت بتتابع معايا بالتليفون ومن دول تانية وبتسالني على حاجات كنت بتابع معاها وبديها بعض الورد يمشي عليه وربنا شافها وعافاها بس في نقاط قلنا لازم تتوفر قلنا عفوا يعني معانا ابو عمر طب ونكمل بعد كده النقاط بعد اذن حضرتك فضل. معلش انا اسف المداخلات كتيره جدا يا شيخنا انا اسف لحضرتك اتفضلي ام عمر معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك انا والدتي بتعاني من كل الحاجات اللي قالها الشيخ
نعم. وتعرضنا على برضو معالج روحاني كتير، بس تقريبا ما حدش عارف يعمل معاها حاجه. ما هو لن يأذن الله بعد. طيب هي بتلاقي فعلا علامات على جسمها، وصباعها السبابه دايما بيتحرك بطريقه غريبه، يعني بيتحرك لا ارادي. وفي نقطة عايز أتكلم فيها برضو، عشان برضو مع احترامي، مش كل البوع اللي على الجسد اللي بتظهر الزرقاء بيكون سببها المس العاشق. ممكن يكون سهولة في الدم، ممكن يكون عفوا انزيمات الكبد مش مظبوطة برضو. لا أنا ما أنا بس ما بنوه عشان في ناس ما تعتقدش إن كل واحد عنده بقعة زرقاء في جسده سببها المس العاشق. ماشي. الموضوع دوت بقى لها معاها فترة. نعم نعم. يعني ساعات بتكون نايمة وتصحى تلاقي العلامات دي على جسمها. تمام تمام. هي كده الأعراض اللي معاها دي أعراض إصابة بحكم إن طول الصباع بيتحرك لوحده. بالنسبة للبرد المادية بالنسبة لها، يعني أم منفصلة عن والدي بتشتغل وكده، فالظروف يعني برضه مخبطة معاها جامد، يعني دايما أبواب الرزق بتتقفل في وشها، بتبقى المفروض يعني إيه الرزق يكون جاي كويس. انا فاهم حياتك، فاهم حياتك. هو بص حياتك مع احترامي بالاعراض اللي انت بتتكلم فيها واصبع اليد اللي بيتحرك لوحده ده، شكرا كده في اصابه معاها، لازم تعرف نفسها على معالج ان شاء الله. يبقى سؤال اخير حضرتك. احنا قبل ما نخش الهواء كنا بندردش في موضوع ان انت حضرتك رحت حاله من الحالات في احدى الفلل، يعني الكلام ده من حوالي سنتين. صح. ولقيت الدنيا كلها متكسره هناك، وكان رخام يعني من اسبانيا زي ما حضرتك قلت لي بره. ايه السبب بقى؟ ما هو ده اللي بنتكلم فيه، بنقول يا جماعه لازم نتحرى عن الراقي والمعالج اللي هيجي يعالجنا. مش يعني اي حد. يعني حضرتك مكان قايل للسكنه وكان في ناس فعلا موجودين، ما كانش تحت التشطيب. لا لا، دي فيلا، الناس ساكناها وفيلا محترمه وناس ارستقراط محترمين جدا يعني. ولقيت حضرتك كل حاجه متكسره. لقيت عفوا، كان شخص ما من الاصدقاء من الاوقاف كان اداله رقمي وقال الراجل ده اهل الثقه، خليه هو يمشي. اتفضل اتفضل. فطبعا رحت لقيت الدنيا مكسره، ايه السبب يا جماعه؟ فبتكلم، المهم قال لك في معالج جه وقرا وحصل كذا كذا، وقال ان السحر مدفون في الارض الفلانيه، كسرنا الارض ما فيش حاجه، نزلنا تحت كسرنا الرخام ما لقيناش حاجه. قال لك لا ده صور ساحر، نقل السحر في حته تانية. المهم كسر ارض الفيلا كلها. عايز حضرتك تقول ان في تضليل للراي العام. طبعا الراقي والمعالج ما يسمعش كلام الجن اللي في الجسد، الجن دايما كاذب ما يصدقوش. كسر الارضيات كلها عشان يلاقوا السحر وما لقوش حاجه. الموضوع بحر طبعاً كبير ويعني عميق طبعاً، وساحل يعني موضوع كبير جدا جدا. أكيد جدا أكيد. وإن شاء الله لازم أن يكون لنا مع حضرتك حلقات وحلقات وحلقات عشان نستفيد من العلم. ربنا يدينا العمر إن شاء الله يا أخي. فربنا أتاك من العلم ما شاء الله، يعني ما لم يؤتي الكثير. واتقوا الله ويعلمكم الله. وأنا بشكر حضرتك جزيل الشكر ووافر الاحترام على تقديرك ومجيئك وتشرفنا في برنامج الإنس والجن. يا أهلا وسهلا. وأشكر مشاهدي الكرام على الاستماع، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.